Hola a todos, bienvenidos, اهلا وسهلا بيكم في تعلم الاسبانيه aprender español. كالعاده هنشوف مع بعض los temas de النهارده ان شاء الله هنتكلم عن el imperativo affirmativo. هنتكلم عن, عن زمن الامر اللي احنا قبل كده ادينا له جمل وادينا له افعال وقلنا ده متصرفه في الامر لما يجي هنفصص الامر كالعاده الامبيراتيفو افيرماتيفو يعني الامر المثبت هنتكلم عن الامر المثبت مش المنفي امبيراتيفو طبعا زمن الامر واضح بنستخدمه امتى لما تحب تدي اردن تحب تدي امر للي قدامك عايز تؤمر اللي قدامك ان هو يعمل حاجه قبل ما نخش في تفاصيل طبعا هنفكر كده مع بعض ونتكلم هل الامر ينفع لكل الضمائر اما بتيجي تؤمر حد بتؤمر انت واحنا عندنا في الاسباني ممكن حضرتك فانت وحضرتك وممكن نضيف معاهم انتم عايز برده في في الجمع او حضراتكم بالنسبه لليو طبعا ما في زمن الامر لان ما حدش بيؤمر نفسه نسوتروس ممكن إن إحنا نستخدمها أو هنجيبها مع بعض في الأمر ولكن هي ما بتستخدمش كتير في الأمر. المستخدم كتير في الأمر هو إنت أو حضرتك، إنتم حضراتكم، اللي هو الأمر المباشر إنك بتأمر حد قدامك، لا أنا مش هأمر نفسي أو هأمر مجموعة معايا أقول إحنا هنعمل كذا، ممكن نعبر عليها بطريقة تانية ولكن هنشوف التصريف بتاعها ولكن هتلاقيها مش مستخدمة كتير. المستخدم كتير هتلاقيه اللي هو إنت وصيغة حضرتك، وإنتم وحضراتكم. هي معظم الامر بينحصر في الضماير دي هناخد الاول تكوينه الامر زي ما احنا متعودين وبعد كده هناخد بقى كل ضمير منفصل نشوف الافعال بتاعت المنتظمه بتاعته والافعال برضو الشاذه بتاعته طبعا لا التكوين بتاع الزمن ده عندنا اهو التو الاستد نوسوتروس nosotras طبعا و وسطرس ووسطرس واستيدس تمام عندنا الثلاث مجموعات بتوعنا الـ AR والاي AR والاي ER تعالوا كده نركز في التصريف بتاع الأفعال مع الأمر لما أجي أستخدم التو أو أقول لحد اعمل كذا افتح الباب ذاكر نام بدري بوجه له الأمر هصرف الأمر معاه ازاي فعل أمر هيبقى أما أما آمَا طيب مع أستاذ أمة أمة طب مع نوسوتروس اللي هو مش هتلاقيه شائع آمَيْمُوس آمَيْمُوس مع بوسوتروس آمَد آمَد مع اوستيدس آمَن آمَن آه تمام طيب ده بالنسبة للآر الآر إر بَندِر بَندِ بندا بنداموس وقلنا ده مش شائع أوي بندد بندن بندن تمام طب الإي إر مع فعل بيبير بيبي بيبا بيباموس بيبيد بيبا ده التصريف بتاع الأمر مع الضمائر المختلفة في المجموعات المختلفة الأ إر والإي إر والإي إر طب ممكن نقول ملحوظه ايه على التصريفات ديت عشان تسهل لنا الحفظ ادي ال ار مع التو خليها زي ما هي ا تبقى اما امر اما تمام مع استد العكس بدأ خليها كانها مجموعه تانية او تالتة تبقى امي مع نسوتروس كالعاده مع بوسوتروس خليها زي تو مجموعه اولى امد مع استد ساكس لو شلنا نسوتروس لام استخدامها مش شائع او مش كبير او في الامر لكن هنقولها على سبيل المثال يعني هتلاقي مع التو ومع بوسطرس النهايه زي نهايه المجموعه الاولى ادي الا والاد وهو فعل ار مع استد واستاذس هتلاقي عكس بقت ايه ان اذا التو والبوسطرس بيتبعوا نفس الفعل الاصلي اللي هو امار الا ار انما استاذ واستاذس بيتبعوا نفس التصريف بتاع الاي ار والاي ار اللي هي الاي اللي هي الاي والان ده تيسيرا مع الاي ار والاي ار العكس إلتو 2 تمام بند الاستاذ زي ما احنا قلنا العكس بندا بنداموس عادي نرجع تاني ونعلم بنداموس بندد. بند، بند شوف شوفوا هنا إلتو 2 وشوفوا بسطرس هتلاقيه إيه اي ار تبقى اي اد طيب لو استد و ار تبقى بين ده ا وان طيب بالنسبه للاي ار مع التو تمام الاي والبسطرس هي بس اللي هتتغير لان اي ار تبقى بيبيد بالاي دي وبيبا وبيبا زي ما احنا متعودين بنعكس اذا التو تو وبسطرس نفس اللي بيتبعوا نفس المجموعه سواء ار تبقى ا لو اي ار تبقى ا والاي ار برضو بتبقى ايه ما عدا تبقى ايد e. والاستد والاستيدس بيعكسوا النهايه لو ا ار تبقى ايه وتحت تبقى ان طب لو اي ار او اي ER ار تبقى ا وان ده تيسيرا للحفظ بتاع التصريفات بتاعه زمن الامر ده التصريف بوجه عام هناخد بقى الافعال الشاذه مع كل ضمير، هنتعامل هنا مع كل ضمير لوحده علشان نعرف نفصص زي ما احنا عايزين. مانداتوس فاميلياريس انفورمال مع التو الانفورمال مع التو لو انت بتؤمر حد اعمل صاحبك روح ذاكر هستخدم صيغه التو عادي مش شخص غريب ولا حاجه ان انا استخدم معاه صيغه استاذ اقول له ممكن حضرتك تعمل كذا لا انا هستخدم عادي التو عشان كده مانداتوس فاميلياريس يعني حاجات ممكن مع عيلتك مع اصدقائك مع الناس المعارف ممكن تستخدم تو عادي. طيب بالنسبه لتو التصريف ازاي ومفصص طب هل في افعال شاذه مع التو؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. طبعا الافرماتيبوس اللي هي الحاجات المثبته مش هنفي يعني. هأمر كده اعمل مش هقول مش هستخدم الامر ما تعملش لا اعمل ذاكر نام روح ده معنى كلمه الامر المثبت هنشوف التعريف بتاعه usan para dar una orden se forman asi es muy facil para los regulares usa el verbo en presente In la tercera persona singular El, ella, usted يعني إيه؟ يقول Se بارادار para dar una orden طبعاً ده أمر يبقى استخدمه إيه؟ إن أنا بأمر حد وهنا بنستخدم التوع علشان ده إيه؟ Familiar أو amigo سي forman así بيتكون إزاي؟ اسمه muy fácil إحنا قلنا بيتبع المجموعة ولكن برضو حاجة تانية تيسيراً علينا Para los regulares للأفعال المنتظمة usa إن ان <applause> لا فاكرين فعل أمر؟ هي قلنا مع تو أما. أما دي كانت نفس تصريف الفعل مع ال وأية واستاد في البريسنت. فهو بيقول لك إن لو أنت عايز تعرف إزاي تصرف الأفعال المنتظمة مع التو في الأمر، افتكر كده التصريف بتاع ال وإيا واستاد في البريسنت وهو ده هيبقى بتاع تو في الأمر. ده برضو علشان انت تبقى حافظ تصريفات البريسنت ماشي يبقى ال ايه يا استاذ لما اجي اصرف الامبراطيف هستخدمه مع التو تيسيرا برضو عليك. تمام. ده مثل طبعا فعل ساكار طبعا ساكو ساكا ساكا ساكامو ساكاي ساكن عادي بس هو هنا عامل لك دايره على ساكا. لو انا قلت لك فعل ساكار صرفه في البريسنت هتنزل لي بالرصه اللي احنا متعودين عليها بتاعه آه نهايات البريسنت، طب صرف لي فعل ساكار في الامبيراتيبو مع تو، يعني في الامر مع تو، هترجع اهو للبريسنت التصريف اهو، التصريف الثالث بتاع ال وإيا واستاد وهيبقى هو هو نفس تصريف التو، يبقى ساكا اللي هو لا ترثيرا بيرسونا سينجولار امبريسنت هي هي el de tú fi el imperativo, fi Zaman el hombre. and también. Amselaho, abre tu libro, cierra la puerta, habla con tu hermano, juega al balón cesto, busca tus llaves, lava el carro. Yani, abre tu libro, افتح كتابك فعل ابرير لو جينا نفتكر هنلاقي نفس التصريف بتاع ال وهي واستدمع مع لا ترثيرا بيرسونا ابري تو ليبرو ثيرا لا بويرتا سييرا يعني اقفل الباب فعل فرار عارفينه ان هو فعل من الافعال الشاذه في المضارع نفس الحاجه في الامر بس النهايه هي اللي مختلفه ابلا كونتو ارمانو اتكلم مع اخوك ادي فعل ابلار ار لو لقينا قلنا ابلو ابلاس ابلا اللي هو ال وهي أستد هو هو نفس التصريف بتاع ابلار في الإمبراطيبو مع التو يبقى ابلا كنتو ارمانو خويجا al baloncesto juega يعني نلعب كوره سله ادي فعل خجار من الافعال الشاذه في البريزنت هي هي نفس التغيير الاول او اي وصرفنا عادي زي ما احنا عارفين في الامر خويجا البالون فيستو بوسكا توس يافس يعني دور على المفاتيح بتاعتك بوسكا توس يافس عارفين فعل بوسكار لو صرفناه في البريسينتي هيبقى ده برضو تصريف ال و يا طيب لابا الكارو لابا الكارو يعني نظف العربيه برضو فعل لابر نفس التصريف بتاع ال وهي واستاد في البريسنت خليناه في الامر مع تو. ده كانت شوية أمثلة عن تصريف فعل الأفعال عامة المنتظمة في الأمر مع الضمير تو اللي هو أنت. طيب كالعادة مفيش حاجة بتخلو من الأفعال الشاذة. عندنا شوية أفعال شاذة مجرد ما تلاقي الفعل ده في الأمر وعايز تستخدم معاه التو حوله للي انا هقوله حالا لو لقيت فعل داثير فعل يقول خليه دي في الامر عادي طب لو لقيت اثير اف مش هنضيف حاجه لا مش هنضيف حاجه انت المقطع اللي انا بقوله ده هو اللي هيحل محل الفعل دوت الفعل اللي هو الشاذ ده في الامر لو انت عايز تستخدمه بونير بون هتيجي تقول لي يعني مش هضيف نهايات لا ده المقطع اللي انا بقوله ده هو اللي هتستخدمه مع الضمير تو في الامر يعني لما اقول لك صرف فعل دثير مع تو في الامبراتيف وهتقول لي دي اثير اث أف. بونير بون سالير سال سير سي تنير تن اير ب بي. بنير بن لقيت اي اي فعل من الافعال ديت وعايز تصرفه في الامر المثبت مع التو هتحول الضمير زي ما احنا قلنا للمقطع ده دثير يعني يقول هتبقى دي قول اثير يعني يعمل اث يعني اعمل بونير ده حاجه بون اعمل كذا سالير يخرج سال اخرج سير طبعا فعل يكون سي خليك كذا تنير يمتلك تن خلي معاك كذا اير يذهب ب اذهب بنير ياتي بن تعالى ده تصريف الافعال الشاذه مع التو في الامبراتيف في زمن الامر يعني مش هتضيف حاجه ولا هتزود حاجه هو نفس المقطع ده اللي هتستخدمه وهتصرفه سواء وانت بتكتب او انت بتتكلم مش هتضيف عليه حاجه زي ما احنا متعودين براكتيكيموس نشوف اهو اثير اث ابلار habla أبل. كانتار كانتا داثير دي بيبير بيبي بونير بون بن بين. بايلار بايلا مانتنير mantén. منتن. فاكرين لما انا قلت طالما فعل تنير طالما حاجه الفعل ده اصلا من الافعال الشاذه وضفت عليه اي حاجه عشان يتحول لفعل تاني هيفضل زي ما هو شاذ هو فعل تنير هيبقى تن طب فعل مانتنير مانتن لمبيار لمبيا طبعا اثير من الافعال الشاذه خلتها اث ابلار فعل منتظم أبلة خليته زي لا ترثيرا بيرسونا سينجولار كنتر مش من الافعال الشاذه بقى كانتا ديثير بقى دي بيبير بقى بيبي ده مش من الافعال الشاذه بونير من الافعال الشاذه بقت بون بنير بقت بن من الافعال الشاذه بايلار مش من الافعال الشاذه بقت بايلا مانتينير تنير اصلا الجزء فيه من الافعال الشاذه بقت مانتن لمبيار من الافعال المنتظمه نيمبيا اذا احنا هنا شفنا مع بعض شويه امثله للافعال الشاذه والافعال العاديه مع التو طيب كده عرفنا بعض الافعال الشاذه وعرفنا ازاي نصرف الافعال المنتظمه في زمن الامر مع التوب. نيجي بقى المانداتوس فورماليس، مانداتوس فورماليس يعني الامر الرسمي، ممكن حضرتك بتطلب بشكل رسمي بشكل فيه ادب طبعا هنستخدم يا اما استد لو حضرتك لو مفرد يا اما استادس لو جمع حضراتكم. التصريف هيختلف مع الـ 2 طبعا طب وبرده في افعال شاذة مع الضمير ده برده تعالوا كده نشوف مع بعض مانداتوس فورماليس افيرماتيفوس اوستيدس احنا خدنا قلنا الاستاذ في الامر عكس عكس نهايه الفعل لو ار ايه لو ار او اي ار ا طيب بالنسبه للاوستيدس اللي هي حضراتكم ايه النهايات اللي احنا ممكن نضيفها ليها في الامر نشوف كده مع بعض النهايات. بارا اكسبرسار كورتاسية كالعادة بنقول إن الفورماليس مع أستاذ أو أستادس دي حاجة فيها كورتاسية يعني فيها أدب فيها احترام لأنك بتكلم حد مش آه متعرفوش أو حد يعني آه في منصب أو أستاذك أو مديرك يبقى بارا اكسبرسار كورتاسية علشان إن أنا أعبر بأدب مع أستاذس نعلم بقى مع بعض مع أستاذس اللي هي الجمع إيه للاحترام بون برضو فعل بونير اللي احنا شفناه مع بعض بون لاس إيه هي بقى احنا قلنا الار والار والار بنحط عكسها مع أستاذس مع استيد مع هي هي بس هنضيف الان في الاخر يبقى مع الار ان طب مع الـ إي إر e أن، نفس الحاجة بدل الـ إن وبدل الأ أن، أُستد الـ آ إي e, أُستادس أن، إي إر e أُستد هتبقى آ أُستادس هتبقى أن، نفس النهاية ولكن هنضيف حرف ال ان في الاخر ليه علشان ده الجمع اللي احنا متعودين عليه مع أستادس او ايوس او إياس عادي جدا ده الجمع فبالتالي برضو في الامر هو هو الجمع بنضيف بس حرف ال ان مع النهايه اللي احنا عارفينها اللي بتبقى عكس نهايه الفعل في الامر طيب نيجي نشوف مثل بور اكزامبل بايلر نفس الفعل اللي احنا قلنا عليه بايلر وقلناه مع أستد قلنا تبقى بايلر اخرها ا ار هتبقى بايلي طيب لو آه اي ار او اي ار هتبقى العكس طب مع أستدس هنشيل ال ا اللي هي نهايه الفعل عكسها وهنضيف ال ان تبقى ان يبقى أستدس بايلن أستدس بايلن طيب نشوف فعل تاني زي كومير هنشيل النهاية هتبقى آن هتبقى أُستادس كومان كومان آخرها الـ آن اللي هي بتاعة الجمع مع أُستادس إذن أُستاد وأُستادس نفس النهاية بس الجمع هنضيف له إن عشان طبعًا ده تصريف جمع وقلنا أُستاد وأُستادس دي كورتسية يعني احترام تمام. نيجي بقى nosotros اللي احنا قلنا مش هتبقى شائعة او إن احنا نستخدم nosotros في الإمبيراتيفو في الأمر ولكن هناخدها برضو عشان لو شفت التصريف بتاع الفعل مختلف. para los mandatos con nosotros para los mandatos con nosotros يعني بالنسبة لي الامر مع نصتروس طبعا هنا مفيش احترام او تو زي تو أُسْتِد لا احنا بنتكلم على نصتروس هنضيف ايه اموس واموس اموس واموس طب ازاي مثلا فعل بايلار اخره ايه ار برضه عكسها تبقى اموس يبقى مع نصتروس بايليموس بايليموس ادي الار شلنا الار ار ومع نوسوتروس معانا اثنين اوبشن الاموس والايموس مع الار تبقى ايموس تبقى بايليموس طيب لو مع اي ار او اي ER ار زي كومير او بيبير بيباموس او كوماموس نيجي لنسطرس ايه عمله علشان نضيف النهايات دي اول حاجه قالك ايه بون الفعل اللا فورما يو يعني صرف الفعل عادي مع الفورما يو كانه في البريسنت وكيتا لا وشيل الاو ديت وبون لاس اموس ايموس واموس حسب نهايه الفعل لو ار ايموس لو ار او اي ار اموس طبعا احنا ممكن بدل ما نصرف تصريفين ونقول مع اليو ممكن عادي نقول التصريف على طول نشيل النهايه ونحط يا اما اموس يا اما ايموس, ياما ايموس مع الاموس تبقى اي ار او اي e ار طب لو ار تبقى ايموس نرجع للسلايد اللي قبلها عشان نوضح برضو تاني ادي هنا اموس وادي ايموس ادي بايلار مع نوسوتروس بايليموس عندنا كومير وبيبير اللي هي مجموعة آه تانية ومجموعة تالتة كومير اخرها اي ار تبقى كوماموس طب بالنسبة لبيبير مجموعة تالتة تبقى برضو بيباموس زي المجموعه الثانيه بالظبط لو ار اموس لو اي ER ار او اي ER ار تبقى اموس دي كانت الملحوظه اللي هو عايز يقولها في السلايد ده مع الا ار اموس ومع الاي ار والاي ار اموس طيب بالنسبه للافعال الشاذه كالعاده اللي ما اي زمن بيسلم منها هل في افعال شاذه مع استد مع أستادس ومع نوسوتروس؟ آه زي ما شفنا أفعال شاذة مع الحرف الضمير تو في الأمر وقلنا لو لقيت الفعل كذا زي بونير بون بون دي هي اللي هتستخدمها وانت بتدي الأمر مش هتضيف عليها نهايات نفس الحال مع أستادس وأستيد ونوسوتروس نفس الحال معاهم برضو في أفعال شاذة لو لقيت الفعل ده وعايز تصرفه مع أستيد أو أستادس أو نوسوتروس في الامر هتحط نفس التصريف اللي انا هقول لك عليه ده نيجي فعل فعل بالنسبه لبونير بونير احنا عارفينه مع تو كامبون كامبون طب بالنسبه للاستاذ هيبقى بونجا بونجا تمام مع أستادس بونجان دي سهله بن عشان الجمع بنضيف لان بس بونجا بونجان Ma nosotros pongamos, pongamos, estaba Shandam A chandela, en la el chaz. A poner, ponga, ma usted, ponga ustedes, pongamos ma nosotros. También, también es va ir, vaya, ma usted, vayan, ma ustedes, vayamos, ma nosotros, teni. Y va a ir, vaya, vayan, vayamos. También, tap saber, sepa, sepan, sepamos, sepamos. Ser, sea, sean, seamos. Tap venir, venga, vengan, vengamos. La es او شفنا لاحظنا ان الفعل لما نيجي نصرفه نفس الصوت بيتكرر بس النهايات بتبقى مختلفه عشان برضو نسهل على نفسنا الحفظ زي بونير يبقى بونجا استاذ هنحط ان بونجان بونجاموس اير بايا بايان باياموس سابير سيبا سيبان sepamos Tabser, سيَا سيَا سيَامُوس، بنِير بنْجَا vengan, بنْجَامُوس طبعًا ده بالنسبة للـ Irregulares con usted ustedes nosotros. طيب نلخَّص الحتة ديت إن إحنا كده خدنا ال to آه الضمير تو وخدنا التصريف إزاي بنصرّفه زي. لا ترثيرا في السنجولار في البريسنت وقلنا برضو ليه افعال شاذه وشفناها مع بعض عايزين نتصرف الفعل ده مع التو هتقول التصريف اللي احنا قلناه مع بعض من غير ما تضيف عليه اي نهايات. خدنا أستاذ وقلنا النهايه بتاعتها بتبقى عكس نهايه الفعل ومع استادس قلنا بنحط الان حرف الان علشان يبقى جمع لانها استادس. جينا لنوسطروس قلنا عليها الا والاي ار والاي ار تبقى اموس وجينا شفنا افعال شاذه مع اوستيد وأستادس ونوسوتروس زي بونير يعني طبعا يضع ليه سياقات كثيره جدا اير يذهب سابير يعرف حاجه سير طبعا فعل يكون بنير ياتي بونجا بونجان بونجاموس بايا بايان بايموس سيبان سيباموس سيا سيان سياموس بنجا بنجان بنجاموس دَه كان أو دول كانوا بعض من الأفعال الشاذة اللي بيبقوا مع أستاذ وأستاذ وينوسوتروس فين في زمن الأمر طيب نشوف أفعال تانية برضو من الأفعال الشاذة مع usted o ustedes U nosotros andena decir andena hacer andena tener andena salir andena traer también decir diga, digan, digamos decir diga, digan, digamos Tab hacer, haga, hagan, hagamos, haga, hagan, hagamos, Tab tener, tenga, tengan, tengamos, Tab salir, salga, salgan, salgamos, Tab traer, traiga, traigan, traigamos. شايفين نفس الصوت ونفس التركيبه ولكن بس النهايه اللي بتختلف حسب استاذ واستاذس ونصترس نبص بصه كمان على الافعال الشاذه كلها علشان دي من الافعال المهمه بونير بونجا بونجان بونجاموس اير بايا vayan باياموس سابير سيبا سيبان سيباموس ليه علشان هنا سابير البي العاديه وفي التصريف البي Ser, sea, sean, seamos. Venir, venga, vengan, vengamos. La afuera que aún no Decir, diga, digan, digamos. Hacer, haga, hagan, hagamos. Tener, tenga, tengan, tengamos. تبسلير سالجا سالغان سالجاموس وتراير ترايجا ترايغان ترايغاموس ده كانت او دول كانت برضو بعض من الافعال الشاذه في زمن الامر مع استاد واستادس ونُصُطْرُس نيجي نشوف ملحوظتين لاحظناهم واحنا بنصرف الافعال مع استاد واستادس ونُصُطْرُس فبيقول لنا ايه؟ irregulares con usted, ustedes y nosotros. Ahí es olína ¿Es ella malhousa? Como puedes ver, como puedes ver y anizai A ustedes, a ustedes benesba el A Ustedes benegme el amanig en sarafu. Solo se le añade una n al final. Teni a ustedes solo سي أُونا إِنِّ الفينال، يعني بس بتضيف لها إِنّ في النهاية، نفس تصريف أُستِد، بس علشان دي جمع بنضيف لها لإِن في الآخر، زي بونج، بونجان بونجًا، بونجا، بونجًا، سالجا، سالجان زي ما إحنا شفنا مع بعض، تِنجا، تِنجًا، نفس التصريف بس بنضيف إِنّ في الآخر، طيب بالنسبة لي كنا بنعمل ايه في نوسوتروس؟ سولو سيلانيادي اموس طبعا او ايموس زي ما احنا متعودين سواء ا ار او اي آر, ار او اي ار يعني المقطع اموس او ايموس حسب نهايه الفعل. دي الملحوظتين اللي هو عايز يقولها ان ممكن تبقى انت عارف التصريف في استد فبالتالي تعرف تصرفه في استدس ليه؟ عشان هنضيف له لان بس ومع نوسوتروس زي ما احنا متعودين يا اما الاموس يا اما الاموس هيجي يدينا مثل كومير مع اليويو كومو هنشيل الاو او من غير ما نصرف يبقى مع الامر كوماموس كوماموس ادي شايفين اموس وهي ار طالما ار اعكس في الامر هتبقى اموس يبقى كوماموس تمام طب بالنسبه لابلار ابلار اللي هو ار يو ابلو شيل ال او تبقى ابليموس ال شلناها اهي بقت ابليموس أَبْلَمُوس، أَبْلَمُوس، ليه اموس عشان ار واحنا قلنا طبعا في الامر عكس نهاية الفعل بنضيف سواء اموس او ايموس اي ار تبقى اموس الاي ار -E تبقى برضو اموس طب الا تبقى ايموس بالنسبة للافعال الشاذة اللي احنا برضو شفناها مع بعض زي دار دار مع نوسوتروس بيبقى ديموس

برضو فضل معانا في الثلاث تصريفات زي ما احنا شايفين مع ديجا اجا تينجا سالجا ترايجا ديجا دفنا لان في الاخر وفي الاخر برضو مع نسطروس فضلنا محتفظين بيها برضو هنا اير بونير بونجا بونجا بونجاموس اير بايا بايا باياموس طبعا باموس اللي احنا لسه قايلينها ديت عارفين لما انا اقول باموس يعني يلا بينا كذا دي برضو ممكن نعتبرها امر علشان كده لما انا جيت قلت في نوسوتروس مش هتلاقيها مستخدمه كتير علشان ممكن انت اصلا باستخدام البريسنت تعرف تعوض بزمن الامر في نوسوتروس ففعل اير مع نوسوتروس بياموس وممكن نعوض عنه عنه واحنا بنتكلم زي ما احنا شفنا هنا اللي هو باموس في برضو افعال شاذه كانت معانا في زمن المضارع الافعال اللي بتنتهي بيه الكار والجار والثار فاكرين الكار والجار والثار برضو من الافعال الشاذه معانا في الـ الامر مع نسطرس لو اي فعل بينتهي بالكار تبقى كيموس نضيف الكيموس طب الجار جيموس طب الثار فيموس زي ايه فعل مثلا سكار ساكيموس يجار يجيموس المرثار المورثيموس دي النهايات بتاعه الافعال الشاذه اللي كانت معانا في البريزنت طبعا مش هنخش فيها لان احنا فصصناها قبل كده ولكن الافعال اللي بتنتهي بالكار والجر والثر مع نصوص في الامبراتيف وبتبقى زي ما انتوا شايفين اي فعل بينتهي بالكار مع نوسوتروس هتبقى كيموس طب لو بينتهي بالجار هتبقى جيموس لو ثار هتبقى ثيموس زي ايه الافعال اللي احنا قلنا عليها ساكار ساكيموس يجار يجيموس المرثار المرثيموس دي برضو كانت نوع من الانواع افعال الشاذة في الامبراتيب مع نوسوتروس وهرجع واقول برضو نوسوتروس مع الامر مش بنستخدمه كتير علشان ممكن نعوض Anno bi el presente. Tay. Fi malhuzot hablé manjallas zaman el amr el musbat aiz y ulhanna. Ojo, ojo, zay mahna metawadin in tabi, Los imperativos conjugados en nosotros, aun nosotros estaban, pierden la s de su terminación delante de los pronombres y complementos. زي ايه او انت عايز تقول لي ايه ان الامر los imperativos conjugados اي امر ممكن اصرفه مع نوسوتروس او نوسوتراس طبعا عادي بيردن ايه لا اس يعني بنشيل منهم حرف الاس امتى دي سو تيرميناسيون للنهايه بتاعتها ديلانتي دي لوس لما يجي بعديها ضماير pronombres او الكومبلمنتوس اللي احنا كنا واخدينهم الديريكتو أو الإنديركتو طب زي إيه؟ زي مثلاً إنكونترار إنكونترار ده إيه؟ آخره أر طب مع نسطرس في الأمر إنكونتريموس يبقى أر إيموس طب لو أنا عايز أضيف مثلاً الضمير المنعكس السي ما يبقى أصرفه مع نسطرس هيبقى نص فهيبقى إنكونتريموس نص شايفين؟ عشان كده قال لك نحذف الإس عشان تبقى إنكونتريمونوس encontrémonos. زي بداموسلو بي بيداموسلو هنا لو حطينا الاس هتلاقيها جاية بعديها برضو ضمير تاني في اس فبيسبب صعوبة في النطق فقال لك احنا نشيل الاس احسن تعالوا كده نحط الاس ونشوف النطق هيبقى عامل ازاي انكونتريمونوس نوس انكونتريموس نوس شايفين اوس نص هنا بيداموسيسلو مش هتيجي معانا النطق لو فضلنا حاطين حرف الاس، فعشان كده قال لك احنا بنشيل حرف الاس لما بيجي بعديها الضماير والكومبليمنتوس اللي احنا عارفينها، سواء الريفلكسيبو طبعا والديريكتو والانديريكتو اللي احنا خدناهم مع بعض، فلما نجيب بعديها بنشيل الاس عشان نسهل عمليه النطق، دي اول ملحوظه. تمام، ايه تاني؟ نيجي للملحوظة الأخيرة أخو برضو خد بالك إن los imperativos conjugados en vosotros و vosotras طيب بالنسبة ل vosotros vosotras فيها إيه؟ بيردن لا دي إحنا عارفين اللي هي أد إد إد مع vosotros زي ما إحنا خدنا بيردن لا دي دي سو بنحذف منهم حرف ال دي إيه ده؟ ليه؟ أنت لا فورما ريفلكسيفا يعني ايه انا مش فاهم دلوقتي احنا قلنا ان في ضماير ممكن تيجي او نعوض عليها يا اما ريفلكسيبو يا اما ديريكتو وانديريكتو طبعا بيبقى من خلاله ممكن نقول ده ريفلكسيبو ولا لا آه عايزين نضيف اي ضمير طبعا احنا عارفين ان الضماير بتيجي قبل الفعل المصرف ولكن لو فعل في الامر او في الخرونديو او في الانفينيتيبو بيجوا بعديه طب لو احنا عايزين نضيف الريفلكسيبو قص مع بوسوتروس ازاي هنصرفه؟ قال لك بدل الدي تشيلها بدل ما اقول مير... مثلا فعل ميرار عايز اخليه مع ابو تبقى ميراد صح؟ طب لو عايز اضيف الضمير اس بقولش ميراد اس لا ميراوس ميراوس بيبير بيبد عايز اضيف الاس اقول بيبيدوس لا هتبقى بيباوس بيباوس ده حرف ال لو انا عايز احط بعد التصريف بتاع بوسطرس في الامر الضمير اس الرفلكسيبو بدل ما اخليه دي اشيلها واحط الاس عادي هل في استثناء فعل واحد بس البربو ايرس اس الاونيكو كي نو سيجي لا فعل اير مع بوسطرس في الامر ايدوس ما قلتش ايوس لا ايد ايدوس عكس ميراوس بيباوس مش آه ما او ما شلتش الدي حسب القاعده هو ده الاستثناء الوحيد من القاعده ديت ان انا الفعل اير ما شلتش من الحرف الدي فيها فيبقى ايدوس عادي مع بسطرس كده يبقى احنا خدنا مع بعض زمن الامر المثبت وفصصنا كل ضمير وتصريفه وازاي نحفظ التصريفات بطريقه سهله وكمان خدنا الافعال الشاذه مع كل ضمير من الضمائر ديت وقلنا مع نسطرس مش شائع أو ان احنا نستخدم الامر ولكن خدناه عشان لو لقيته او قابلك في اي سياق يبقى مش مستغرب التصريف مع نسطرس كالعاده هناخد دلوقتي مع بعض شويه تمارين نشوف من خلالها تصريف الافعال اللي احنا خدناها سواء المنتظمه او الافعال الشاذه يلا بينا. لوس هنشوف مع بعض زي ما احنا متعودين شوية تمارين هنطبق من خلالها التصريفات اللي احنا لسه واخدينها على الأمر المثبت. طيب، إيه السؤال اللي معانا؟ فورما الإمبيراتيفو أفيرماتيفو. يعني كون الإمبيراتيفو أفيرماتيفو، نكون مع بعض الأمر المثبت. أول مثل معانا بور فابور عايزين فعل اسكوتشار مصرفه مع بوسوتروس اتنتامنت يعني عايز يقولهم لو سمحت اسمعوا شوية كده بهدوء اسكوتشار تمام ار لو عايز اصرفه مع بوسوتروس الاد عارفين ان التو بوسوتروس نفس الأر ار هناخد الـ ا يبقى اسكوتشار اسكوتشا اسكوتشاد يبقى اسكوتشاد Attentamente يعني اسمعوا آه باهتمام شوية por favor escuchad atentamente تمام فعل تراير توس deberes يعني هات معاك الواجبات بتاعتك طبعا توس deberes هتخلينا ان احنا نصرف مع التو tu traer trae tus deberes trae tus deberes يعني هات الواجبات بتاعتك وانت جاي طبعا فعل تراير مع استاذ هيبقى مظبوط من الافعال الشاذه هو مع استاذ يبقى ترايجا ترايجا ترايجان. زي ما احنا خدناها مع بعض عايز اقول لحد تعالى هنا فعل بنير خدناه برضو من الافعال الشاذه قلنا بنير بن بنجا بنجاموس زي ما احنا خدنا مع بعض في التصريفات يبقى عايز اقول له تعالى هنا بن اكي بن اكي يعني تعالى هنا طيب هنا عايزنا نصرف فعل اثر مع تو في الامر كذا لو تديغو تديجو سين بروتستار لو تديغو تديجو سين بروتستار يعني ايه عايزك تعمل اللي انا بقولك عليه لو تديغو تديجو سين بروتستار بروتستار يعني من غير ما تحتج من غير ما تقول يعني حاجة اعمل اللي انا بقوله لك وخلاص فعل اثر من الافعال المنتظمة ومن ولا من الافعال الشاذة طبعا من الافعال المنتظمة يبقى آه الشاذة سوري هيبقى اث اث لو كتديجو اعمل اللي انا بقول عليه سين بروتستار من غير ما تحتج ده فعل أث. اثير مع التو في الامبراتيبو لانه من الافعال الشاذة يبقى اث فاكرين مع أستيتي هيبقى إيه؟ أجا برضو كان من الأفعال الشاذة إذن أث لو ديجو سين بروتيستر تمام هنا عايزنا نصرف فعل اسكوتشار مع تو كذا لو كي تي تو بادري عايز يقوله اسمع اللي والدك بيقولك عليه اسمع اللي ابوك بيقولك عليه فعل اسكوتشار مع تو فعل منتظم ولا فعل شاذ من الافعال المنتظمه اخره آر مع تو عادي مش هنعكس عادي زي ما احنا متعودين يبقى اسكوشا اسكوشا لوكي تستا ديثيندو تو padre يعني اسمع اللي تستا ديثيندو اللي بيقولهولك تو padre اللي بيقولهولك والدك ده فعل اسكوتشار من الأفعال المنتظمة طيب أستد مع بنير عايز يقوله تعالى a verme en otro momento. Estoy en una reunión. يعني إيه؟ تعالى شوفني في وقت تاني en otro momento. Estoy en una reunión. يعني أنا موجود دلوقتي في اجتماع فتعالى شوفني في وقت تاني. فعل بنير مع أستد من الأفعال المنتظمة ولا من الأفعال الشاذة؟ من الأفعال الشاذة. إذا أستد فاكرين بن مع تو بنجا بنجاموس مع أستد يبقى Venga a verme ber, en otro momento. Taala, shofni fwakti tani. Estoy en una reunión. Yanana mowgud fi ektima. Si no estás contento en tu trabajo, si no estás contento en tu trabajo, yani la cuenta mis mopsut fi si lau no estás contento, la cuenta mis mopsut en tu trabajo fi shoglac, eamel عايزنا نصرف فعل دخار اللو طبعا ده عايد على الشغل مع تو عايز يقول له سيبه لو انت مش مبسوط في شغلك سيبه فعل دخار اللو ده هنا عايد على مين؟ عايد على الترافاخو زي ما احنا خدنا قبل كده الديريكتو والإنديريكتو يبقى دخله دخله يعني سيبه اتركه طالما انت مش مبسوط في فعل دخار من الافعال المنتظمه ولا من الافعال الشاذه من الأفعال المنتظمة، إذن دخار أ إر مع تو هنفضل زي ما هو يبقى دخا واللو طبعا الضمير بيجي بعد الفعل المتصرف في الأمر يبقى دخلو. Si no estas contento en tu trabajo, دخلو. إيه تاني؟ estamos debatiendo algo importante. بور فابور عايزنا نصرف سالير مع أستاذ يعني إيه؟ استاموس ديباتيندو algo إمبورتانتي يعني إحنا بنتناقش في حاجة مهمة بور فابور سالير مع أستاذ لو سمحت اطلعوا بره حضراتكم ممكن تطلعوا بره لأن يعني إحنا بنتكلم استاموس ديباتيندو algo إمبورتانتي يعني إحنا بنتكلم في حاجة مهمة سالير مع تو فاكرين سال طب مع أستاذ كان سالجا أستاذ جامعة هنضيف لها ان هتبقى سالجان بور فابور سالجان لو سمحت احنا بنتكلم في حاجه مهمه فبعد اذنكم اطلعوا بره طيب نو اس obligatorio كي ستيس اكي نو نو اس اوبليجاتوريو كي aquí يعني هو مش اجباري كي ستيس اكي ان انتوا تبقوا موجودين هنا سينو كيريس كيداروس سينو كيريس كداروس لو انتوا مش عايزين تقعدوا ايرس مع ابو ممكن تمشوا عادي نو اس اوبليجاتوريو كستيس اكي والله هو مش اجبار ان انتوا تبقوا موجودين هنا سينو كيريس كداروس لو انتوا مش حابين تبقوا موجودين ممكن تمشوا فعل ايرس اللي احنا قلنا عليه هي الاستثناء الوحيد اللي احنا ما بنشيلش مع ابو سطرس الدي ال من من التصريف بتاعها فبنقول ايدوس ممكن تمشوا عادي اللي هو إرثي إيدوس. كده يبقى إحنا خدنا مع بعض الأمثلة اللي طبقنا عليها شوية تصريفات من اللي إحنا خدناها مع بعض. يلا بينا نكمل درسنا. كده يبقى إحنا خدنا مع بعض شوية تمرينات طبقنا من خلالهم التصريفات اللي إحنا خدناها في زمن الماضي، نلخص اللي إحنا خدناه النهارده، خدنا زمن الأمر المثبت شفنا التصريفات بتاعته مع التو واستد ونسطرس وبسطرس واستاديس وقلنا ان نسطرس مش شائع ان احنا نستخدمه قوي في الامر علشان ممكن نعبر عنه بكذا طريقه فمش لازم يعني ان احنا نركز قوي على الضمير ده احنا بس اهم حاجه عندنا في الامر التو والاستد والبوستروس واستاديس علشان نعرف نستخدم زمن الامر لانه من الحاجات الاساسيه ان احنا ممكن نستخدمها في حياتنا اليوميه كده يبقى احنا حلقتنا خلصت النهارده كالعاده كل التوفيق استلوجه